وبذلك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منها، يعني هذا يدلك لو أنه قصد بقعة لا لأجل الطلب منها. لو فرضنا في مثلا عين ماء ذكرت في البلد الفلانية فيها ماء كبريتي ينفع للروماتيزم، ينفع لعلاج الجلد، فذهب هناك لهذه العين تقصدها، سافر إليها ليعالج بها، هذا ليس بشرك ولا محرم، إنما يذهب إلى بقعة منسوبة لمخلوق لأجل يطلب منه، هذا هو الشرك. هل قال أنه من الحمقى وأنه فعل محرم وأنه شرك وإثمه كبير؟ لأنه يذهب إلى هذه البقعة أو هذا الأثر ليطلب من صاحبه أن يرفع عنه ضرا أو أن يجلب له خيرا أو أن يأتي له بغائب أو أن يشفيه من مرض، يعني لجلب نفع أو دفع ضر بهذا القصد، فيكون مشركا، يكون قد عبد غير الله عز وجل.